أعتقد أننا شاهدنا فريقا آخر لجنوب السودان مقارنة بما شاهدناه في مباراتهم مع السنغال. اليوم نستطيع أن نقول أننا لم نشاهد الكثير من الفرص من الجانبين، ولكنهما استطاعا إدارة المباراة للخروج بأقل الخسائر واقتناص ولو نقطة من هذه المباراة. على جانب آخر، أعتقد أن النتيجة قد تكون مفيدة للفريقين مستقبلا، لا سيما وأنهما في آخر الترتيب، لأن توجو تعادلت مع السنغال، وإن كانت تلك الأخيرة تظل على قمة المجموعة لأنها اقتنصت نقاط مباراتها أمام جنوب السودان. أعتقد أنها مباراة مثيرة للإحباط للموريتانيين، إذ كان لديهم فرصة لاقتناص نقاط ثمينة جدا في سباق معقد. بدأوا المباراة بشكل سيء، وفي النهاية تعادلوا سلبا رغم السيطرة ورغم إهدار العديد من الفرص. وعلى الجانب الآخر، أثبت منتخب جنوب السودان قدرة على الصمود رغم ما واجهوه من صعوبات أمام السنغال، ولكن يحسب لهم أنهم لعبوا مباراة كبيرة أمام موريتانيا واقتنصوا نقطة مع تضاؤل الفوارق الفنية في نهاية المباراة. هذا ما قاله مدرب منتخب جنوب السودان عن فريقه في الشوط الثاني من مباراة السنغال، حيث قدموا فيه مستوى جيد. ولا ننسى أن الكل يعتبر جنوب السودان الفريق الأضعف حظا في هذه المجموعة، بل والبعض تحدث عن أن نقاطه مضمونة، لذا فإن اقتناصه نقطة من ثالث المجموعة هو أمر يحسب له، وربما يمنحهم بعض الأمل لما هو قادم مستقبلا.